ألقوا في منافسات مختلفة وفي رياضات مختلفة، بيتنافسوا بمنتهى القوة وبيعودوا دايما محملين بكثير من الميداليات المتنوعة. ده الحال اللي حصل في الفترة الأخيرة، هنعرف حضراتكم كل التفاصيل طبعا، وخصوصا إن احنا يعني مصر كانت مستضيفة مؤخرا بطولة العالم للسباحة بالزعانف، وضيوفنا اللي منورنا هيكلمونا أكيد عن كل هذه التفاصيل. احنا منورنا النهاردة كابتن عبد الله عبد المجيد، مدرب منتخب مصر عفوا لسباحة الزعانف، وكمان منورنا إيهاب بطل العالم بسم الله ما شاء الله في السباحة بالزعانف. صباح الفل ومنورنا، أهلا بخير. صباح الخير كابتن عبد الله ومهاب، صباح الهنا طبعا منورنا، وانجاز كبير جدا يا مهاب. يعني لو تسمح لنا كابتن عبد الله، انا حابه من عند مهاب كلمة بطل العالم، وسنك لسه صغير جدا، لا خلينا نعرف عنك اكتر. يعني انت ابتديت اصلا الرياضه دي امتى؟ وانت في مدرسه دلوقتي طبعا في جريد كام؟ يعني خلينا نعرف عنك اكتر. انا اسمي مهاب ايهاب حلمي، سباح منتخب مصر. بدات السباحه وانا عندي 9 سنين تقريبا. انا دلوقتي داخل ثالثه ثانوي. 14 تقريبا سنة ولا كام؟ 16 سنة. 16، اوكي. طب ابتديت الرياضة وانت عندك 9 سنين بتقول؟ أيوة. اشمعنى السباحة؟ ابتديت سباحة عادية ولا سباحة زعانف؟ السباحة العادية في الأول، وبعدها لقيت نفسي الحمد لله بحقق ميداليات وكده، وفي السباحة بالزعانف اتجهت ليها. بس بطل عالم وفي السن ده برضو كابتن عبد الله، يعني ازاي؟ بصي، هي دي بطولة عالم ناشئين اللي هو لحد 17 سنة. الجيل اللي معانا ما شاء الله عليه، يعني اخر فتره الاتحاد اتطور جدا، ارقام اتطورت جدا في اللعبه دي حقيقه. اخر كام سنه الولاد شاركوا في بطولات دوليه، الحمد لله بقينا بنحقق ميداليات. طبعا السوشيال ميديا بقت بتعمل لنا زي ابديت كده المعلومات، الارقام اللي موجوده بره، فلقينا نفسنا قريبين. الاتحاد عندنا كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد، هو عضو الاتحاد الدولي، اخر فتره عمل مشاركات كتير جدا للمنتخب، سفريات كتير بره، خلى الاولاد كلهم السباحين كلهم بيتنافسوا عشان يسافروا بره عشان يشاركوا مع المنتخب. حلو. الارقام اتطورت، المستويات اتطورت، لحد ما الحمد لله وصلنا بالمعسكر دوت ان احنا يعتبر حققنا انجاز ما حصلش قبل كده. طبعا عدد ميداليات، ارقام قياسيه كتير اتحققت، ما شاء الله احنا بقينا منافسين لاكبر الدول، بقينا الحمد لله من اكبر الدول اللي بتنافس في اللعبه دي. كل ده جميل ورائع. طب عايزين برضو فرصه نعرف الناس ايه الفرق اللي بين السباحه بالزعانف عن السباحه العاديه. احنا نعرفه ان السباحه العاديه بيبقى فيها 4 انواع منافسات مختلفه، هل بالزبط نفس الكلام ينطبق على السباحه بالزعانف ولا هي نفسها نوع من المنافسات؟ بص، الاتحاد السباحه ده نوع اتحاد لوحده. أوكي. منفصل. الاتحاد المصري للغوص والانقاذ او الاتحاد الدولي للغوص والانقاذ، ده في كذا شق، ده اتحاد يعني منفصل. يعني انتوا تابعين للاتحاد، الاتحاد الغوص والانقاذ. الاتحاد المصري للغوص والانقاذ. اوكي. تمام؟ في منافسات سباحه بالزعانف، في منافسات انقاذ، في منافسات غوص. احنا البطوله دي بطوله سباحه بالزعانف، السباحه بالزعانف بتنقسم لسباحه بالزعانف المزدوجه اللي هي السباحه الحره العاديه. ايوه. بس بالزعانف، وسباحه بالزعانف المونو اللي هي السنجل فينز او الزعنفه اللي هي الكبيره، بتوع الزعنفه الكبيره اللي بتتلبس في الرجلين. تمام؟ السباقات دي في منها 50 متر 100 متر لحد 1500، ده في حمام السباحه، وفي منها المياه المفتوحه اللي هي الطويله برضو بالزعنفه المونو او بالمزدوجه. طب انتوا ليه تابعين لاتحاد الغوص والانقاذ ومش الاتحاد المصري للسباحه العادي؟ عشان هو ده الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، ده اتحاد منفصل برياضه منفصله. اتحاد السباحه هو في السباحه اللي هي الاربع طرق السباحه اللي احنا عارفينها، تابع للاتحاد الدولي للسباحه. اتحاد الغوص والانقاذ في كذا نشاط، في سباحه وفي الغوص، سباحه بالزعانف وفي الغوص وفي الفري دايفنج، الغوص الحر، وفي رياضه الانقاذ، كل ده تابع للاتحاد المصري للغوص والانقاذ. اوكي. مهاب، برضو السؤال ده اكيد تقليدي بس انا لازم اساله انا وكريم لكل بطل عندنا بيدرس، لان البالانس هتكلم تحديدا، وحضرتك برضو كابتن عبد الله تتفق او تختلف معايا، عندنا لسه النقطه دي ناقصانا، ان انا ابقى عندي بطل رياضي وفي نفس الوقت بيدرس واحاول ان انا انسق ما بين الاثنين، بيبقى اوقات في صعوبات. فمهاب انت كبطل دلوقتي رياضي مصري، فاكيد الدراسه وانت بتقول ثانويه عامه، يعني الموضوع مش اسهل حاجه خالص. البالانس اللي تعمله ده ازاي؟ مين بيساعدك كمان من عندك من العيله؟ مين اللي بيشجعك؟ هل في فعلا صعوبات بتواجهك في وقت الامتحانات؟ لان لو في حاجه زي كده احنا بنحب نسالها، عشان لو في اي مسؤول دلوقتي بيسمعنا لازم ان هو يحل هذه المشاكل بتبقى موجوده. خلينا نسمع منك. كنت بخلي دراستي كلها الصبح وتمريني بيبقى بالليل.
ودايما كان بابايا بيوفر لي الوقت ودايما كان بيوفر لي المواصلات والكلام ده. اوكي. وعمرها ما في كان تعارض او في مشكله وقت الامتحانات؟ لو انت عندك معسكر عندك بطوله ما حصلش فيه اي مشكله؟ المعسكرات دايما كانت بتبقى في ايام الاجازه يعني. طب ده انت حظك حلو، دي حاجه كويسه هو جدا. هو لوحده اللي ما عندوش مشكله ولا هي دي ظاهره عامه؟ لا هو للاسف الرياضي عشان يكمل هنا في مصر هو بيواجه صعوبات كتير. لان بيبقى عنده مدرسه الصبح، بيطلع من المدرسه بيفضل شغال دروس لحد وقت التمرين. لان البطل عشان يوصل للمستوى ده هو محتاج على الاقل من 6 ل 9 وحدات ميه في الاسبوع، يعني يوم تمرينه ويوم تمرينتين غير تمارين الفتنس دي بتبقى تمرينه منفصله، فبيبقى عنده تقريبا ديلي مرتين تمرين مع الدروس بتاعته مع الدراسه. المعسكر ده اللي احنا استعدينا للبطوله دي، احنا استعدينا قبل امتحاناتهم، احنا ابتدينا اول تجمع معسكر في اول اسبوع في رمضان. كنا الولاد كلهم بيتجمعوا من المحافظات كلها خميس جمعة سبت من كل اسبوع، بدأنا في اسماعيلية بعد كده اسكندرية والقاهرة لحد قبل امتحاناتهم باربع ايام كانوا بيعملوا الاختبارات النهائية اللي هو هنشكل منها قوام المنتخب النهائي. نزلوا خلصوا يوم السبت، كان يوم الاحد عندهم امتحانات اخر السنة. تاني الحاجات بتبقى شبه ثابتة معاك، وطالما احنا بنتكلم على منتخب ناشئين فمعرض جدا ان يكون جزء كبير منه يعني طلبة ثانوية عامة. طلبة هم كلهم طلبة وخلصوا الامتحانات الحمد لله. بدأنا المعسكر المغلق من يوم 19/5، من يوم 19/5 واحنا في معسكر مغلق لحد البطولة. حلو جدا. انت عايز تبقى ايه في المستقبل؟ يعني انت عايز تخش كلية ايه؟ ان شاء الله نفسي هندسه. ان شاء الله هندسه. وهندسه صعبه انت عارف طبعا، لازم حضور في الجامعه وحاجات زي كده في الكليه، فهيبقى في برضو صعوبه عليك ان انت توفق بين الاثنين. احنا مش عايزين نخسرك كبطل برضو مصري، يعني بكلمك بجد، يعني لان في كتير انهوا مسيرتهم بدري بسبب عدم التوافق ما بين هنا وهنا، دي بنسمعها منهم. فنتمنى يبقى في بالانس طبعا في الحته دي، ولو ان هي هتبقى صعبه ده هيبقى شغل لحضراتكم بقى وشغل الاتحاد مع التنسيق مع طبعا الوزاره، يعني ده مهم جدا. انت مش بتتكلم كتير، احنا عايزين نسمعك. على فكره الفقره دي كلها معموله عشانك، انت ضيفنا النهارده، دي حقيقه طبعا منورنا كابتن عبد الله، بس انت النهارده النجم يا مهاب. يعني احنا مش بنبالغ لما نقول لك احنا سعداء بيك، لان انت بتمثل مصر في محافل دوليه، فدي حاجه كبيره. انت عارف ان دي حاجه كبيره طبعا. انت بطل العالم بقى، يعني المفروض تبقى جاهز دلوقتي للقاءات كل يوم والتاني، ولسه هيجي لقاءات عالميه طبعا قدام ان شاء الله. يعني ف بتشوف العالم بره، بتقارن نفسك بالابطال بتوع العالم في هذه اللعبه تحديدا، نفسك تحترف بعد كده في الخارج، ولا حدود حلمك ايه؟ يعني خلينا نقول انت واصل لاحلامك في ايه تحديدا في الرياضه؟ يعني الحمد لله جبت اول عالم في سباق 1500 متر وثالث عالم في سباق 800 متر في البطوله دي. هدفي الفتره الجايه ان انا احطم رقم العالم، يعني مش بعيدا ان شاء الله، يعني فده هدفي يعني للمستقبلي. وعايز تكمل في الرياضه مش عايز تسيبها؟ هو بالمناسبه الرياضه دي